السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدل كورونا بالصين، وكلنا نعرف وش صار بالضبط، وكيف أول ما صار حجز على مدينة أوهان حجزوا الناس، وقام الناس في أوهان بحجز أنفسهم داخل منازل. الصين اليوم ما تسجل حالات، صح أنها التزمت وطهرت ونظفت وكذا وكذا واجتهدت، ولكن كان التوفيق بعد الله سبحانه وتعالى الحمل الأكبر على السكان، التزامهم بيوتهم، التزام بالنظافة الشخصية، بالكمامات، ابتعاد عن التجمعات وكذا، فالتزموا بيوتهم واليوم حققوا نجاح بعد الله سبحانه وتعالى ضد فيروس كورونا. حنا في دولتنا الجميلة العظيمة ذي استبقت الأحداث، وقفت المدارس وسوت في بداية الحالات، مع أنه كنا حريصين ولكن هو جانا من برا. عموما قد ما تسوي الدولة ترى تبي مصلحتك، وما قالت لك التزم بيتك إلا تبي مصلحتك وخايفة عليك. الحمل الأكبر يا جماعة، المسألة فينا حنا، كل ما علينا أن نلتزم بس، فكونا من التجمعات هذه، بنرجع لها بإذن الله إذا صارت الأمور تمام. إيطاليا استهتروا، والآن التوابيت وراء بعض استخدموا طب الحروب، اللي كبير سنه عليه جهاز تنفس فكوه عنه وركبوه على الصغير، لأنه خلاص ما عندنا أجهزة، خلاص استنفذت كل ما تملك وزارة الصحة. هذا اللي إحنا نخاف منه، أن لا تستطيع وزارة الصحة ويحدث انهيار بسبب كثرة الحالات. تفهمون إيش المشكلة؟ لو أن السماء تمطر رصاص ما في أحد خرج، لو صار حظر تجول دمار للاقتصاد، الشركات، الدنيا، كل شيء راح يهبط الاقتصاد بشكل كبير. فلا تحدونا على حظر التجول، التزم بيتك كل أسبوع أسبوعين اعتبر إجازة، لا تطلع، واحترص في بيتك. راح نحاول أن نعمل حصار للفيروس من الانتقال بكل بساطة. لا تجيني وتقول لي والله عندنا أغراض وعندنا أشياء ولازم نجيبها وكذا، ما في مشكلة، يكلف واحد عاقل مع عقل يروح يجيب الأغراض والباقي يجلس البيت، عشان إذا جاء يعرف يتعقم ويتنظف ويعقم أشياء وكل شيء ويدخل البيت سليم، يجلس هالفترة كلها بسيطة، كلها أسبوع أو أسبوعين، يحصر المرض فيروس حبقى فترة ثم يموت إذا ما لقى شيء يعلق فيه. فإذا ما في أوادم حظر مقفل كل شيء، حيتوقف إن شاء الله بإذن الله الفيروس، لأن كل المنافذ مغلقة، مطارات وحدود وكذا مغلقة. فهذا كل شيء مطلوب منكم فقط لا غير، التزام فقط، التزم في بيتك، التزم في بيتك فقط لا غير. الناس اللي تقدر تخرج هذه وتروح تجي أكيد عاقلة وعارفة تتعقم كذا كذا، لكن في كثير جدا يجهل موضوع ليش إحنا بنحترز في هالفترة وليش إحنا نلزم بيتنا، فنلزم بيتنا فترة.